رجعنا لكم من جديد على راديو كاب اف ام. هذه اولاد الكاب متواصله معاكم حتى للسبعه متاع العشيه. معاكم اشرف الكردولي كوتي ميكرو واحنا مزوميتا في الاخراج الرقمي. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا على اختياركم لي فريكونس نتاعنا 91.5 95.2 و 105.6. تسمعونا زاد على السيت ويب نتاعنا www.capradio.tn والا على الباج اوفيسيال نتاعنا على الفيسبوك راديو كاب اف ام. توا احنا مازلنا في ساعتنا الثانيه من اولاد الكاب, تحديدا ال 5:46 دقيقه. موعدنا مع نقطه قانونيه مع كريم. اهلا وسهلا كريم مرة اخرى. مرحبا بك اشرف. مرحبا بخويا. شنو امور؟ لاباس. منقلين منقلين سيتي. القانون طب باش نحكيو على القانون. باش نحكيو القانون اي ان بو سيريو بلي نحكيو على القانون على شو باش نحكيو اليوم. اي اليوم جاتني تساؤلات المده الاخرى اي على خاصه صانع المحتوى اليوم البر اي والا معناه خارجوا من تونس, هل انه يطبق عليهم القانون التونسي ولا لا؟ ايوه باهي باهي. لهنا باش نحكيو اليوم على مبدا اقليميه القانون الجزائي. اقليميه القانون الجزائي بالضبط اللي هو يرتبط ارتباط وثيق بسياده الدوله. سياده الدوله اللي هي من مظاهرها تحديد السلوكيات وتحديد الافعال اللي تضر خاصه الامن وتضر المجتمع بصفه عامه. لهنا نلاحظوا انه ثم ارتباط وثيق ما بين القانون الجزائي والدوله, مما ترجم عنه اللي هو معناها الحاجة اللي خرجت عليه شنية مبدأ إقليمية القانون الجزائي. باه قبل كل شيء خلينا نفسروا شنية معناها إقليم الساعة. باه باه. حسب القانون الأساسي عدد 26 هاي لسنة المؤرخ في 7 أوت 2015 في فصل المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال, في فصل في الفصل الثالث هاي يعرف الإقليم شنية. الإقليم الوطني هو الفضاءات الأرضية والبحرية والجوية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو ولايتها طبق المعاهدات الدولية المصادق عليها, ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت. هذا لهنا شنو معنى إقليم؟ يعني رقعة جغرافية عندها حدود بحرية عندها حدود برية وعندها حدود جوية. وكل ما هي سفن ترفع علم الإقليم هذاك أو الدولة هذيك راهي تابعة للدولة هذيك. ونفس الشيء للطيارات, أي طيارات معناها تدور في الإقليم الجوي راهي تابعة للدولة هذيك. واضح باهي. المبدأ لهنا متاع مبدأ الإقليمية القانون الجزائي شنية اللي القانون الجزائي متاع البلاد يطبق على البلاد بيدها, معناها ما يطبقش على بلدان أخرين. يعني القانون عبارة القانون الداخلي هي. القانون الجزائي الداخلي لكل بلاد, القانون الوطني الجزائي لكل بلاد. به ولكن لكل مبدأ استثناءات. اللي هو شنية الاستثناءات اللي باش نحكي عليها؟ الاستثناء يجي في الفصل 305 من مجلة الإجراءات الجزائية. 305 من مجلة الإجراءات الجزائية اللي هي لهنا نلقاو صورة التونسي هي. اللي معناها كيما نقولوا عامل حاجة أو عامل تجاوزات من بلاد أخرى. اي لهنا نلقاو أن القانون الجزائي التونسي ينجم يتطبق عليه في اي بلاد اخرى. مثلا معناها لحظه برك, اي بلاد والا البلاد اللي تكون مع معانا ومعاهم معاهدات او اتفاقيات. هاني باش نفسر جوست هذا تقديم خاطر لازمنا نعرفوا شنو هو الاكسبسيون. فهمت؟ هي كما قلت لك هي صوره ارتكاب التونسي لجريمه بالخارج, يعني عندها الحق لان السلطات التونسيه تتبعه وتطبق عليه القانون التونسي, القانون الجزائي التونسي. باهي, ولهنا شو دور الدولة اللي موجودة اللي هو يسكن فيها؟ خلينا نقرا الفصل ومن بعدها باش راجعين لهذا الكل راجعين. تفضل. باهي. شنو يقول الفصل 305 هذا؟ باهي. يقول لك الفصل محاكمة التونسي من طرف يمكن تتبع ومحاكمة المواطن التونسي من طرف المحاكم الدولية إذا ارتكب خارج الجمهورية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونسي إلا إذا تبين أن قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا يعاقب عليها أو أثبت المتهم أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج, وفي صورة صدور الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقاب المحكوم به وأن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شماله العفو, وتنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الفاعل الذي لم يكتسب صفة المواطن التونسي إلا بعد تاريخ ارتكابه للفعل المنسوب إليه. به
انا مش نقول لك حاجه وقول لي صحيح ولا لا. اللي فهمته اذا كان فما حاجه قانون عقوبه موجوده في بلادنا وفي بلاد اخرى عاملين معها معاهده ولا كيما يقولوا فما اتفاقيات يتعاقب عليها في البلاد هذيك على حسب القانون اللي موجود غادي. اذا كان مش موجود عندنا يعني لا يعني الحاجه اللي يعاقب عليها قانونها احنا لهنا وغادي ما يعاقبش عليها القانون يتحاكم لهنا صحيح هكا ولا بيه. بارتي صحيح وبارتي غلط صالح له. اول حاجه الساعه يلزم يكتسب صفه المواطن التونسي الجنسيه التونسيه هذه حاجه رقم واحد. الحاجه الثانيه يلزم الجرم اللي ارتكبه مش مخالفه يلزمها تكون جنايه اي او جنح الجنحه اللي هي معناها فيها مده نتاع السجن من 15 يوم حتى الخمس سنوات والجنايه اللي هي تبدا من 5 سنوات الفوق فما فوق به هذوما زوج شروط الاولى. نمشيو توا للشرط الموالي اللي هو شرط الدوله الاجنبيه او ما نسميوها احنا مبدا ازدواجيه التجريم. يعني يلزم يكون اللي التجاوز اللي عمله في تونس راهو غادي زاد ممنوع. اوكي به فهمت يعني كما نقولوا اي حاجه ممنوعه في تونس يلزم راهو في الدوله هذيك زاد هو ممنوع. به وعندنا مبدا عدم ازدواجيه العقوبه. ينجم يكون هو قضى فترة سجن في البلاد هذيك اي على الحاجة هذيا مثلا لاقترفها. في الحالة هذيا ما عادش معناه ما عادش يتعاقب راهو في تونس. واضح معناه إذا 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 يتعاقب في البلاد اللي هو فيها ما عادش يتعاقب في تونس. ما عادش يتعاقب على خاطر قضى فترة السجن نتاعو. وهما الأكثرية ثم ثلاثة حاجات. به يلزموا كما قلت لك قضى العقوبة وإلا كانت العقوبة سقطت بمرور الزمن اللي نسميوها احنا سقوط بالتقادم. سقوط بالتقادم. والا السبب الثالث كان عدى معناه فتره من العقوبه وجاء عفو. حتى ما كملش السجن نتاعو الكل جاء عفو. راهو كيف كيف في تونس ما يتعاقبش. ما يتعاقبش واضح مفهوم. هذايا من اهم هذايا هو معناها الفصل بصفه عامه هي هو على خاطر كما قلت لك اكسبسيون. اول حاجه هو المبدا اللي هو القانون الجزائي التونسي يطبق كان على الاقليم التونسي هاي. ولكن في الحالات هذه تنجم تعمل السلطات تتبعاتها باش اي انسان يقوم بتجاوزات يتبع واضح. ولهنا هاو عندنا دليل اللي مثلا الحاجات اللي فاتت الكل هذيك وحكينا فيها هي ممنوعه في تونس وفي اي بلاد اخرى. اللي هي هاو جبت لك لهنا حسب وثيقه الاعلان الرسمي لحقوق الانسان الصادره من الجمعيه العامه للامم المتحده يوم 10 ديسمبر 1948 به في الماده 12 في الفصل 12 شي يقول يقول لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصه او في شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته ولا لحماله تمس شرفه شرفه او سمعته ولكل شخص الحق في ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل او تلك الحملات. هذا اللي شفناه الكل اللي هو انتهاك الاعراض تشويه السمعه التدخل في شؤون الاسره يعني تحكي على حد من عائله خطيتك من عائله خطيتك اوكي القذف وكل ما هو الى ذلك والمراسلات المراسلات رب الرغم هو عام 1948 اللي هما قراوا الحساب اللي هي تشمل جميع وسائل الاتصال سواء كانت خطيه هاتفيه الكترونيه واللي هي مما يحمي خصوصيه تبادل المعلومات. واضح يعني الناس اللي موجوده لبرا تتحاكم وتتقاضى بالقضاء التونسي لانه تتقاضى على خاطر اللي حكينا فيه هو ممنوع في تونس وفي غير تونس. في غير تونس هذا ميثاق دولي قاعدين نحكيو فيها ولهذا الحاجه هذيك ممنوعه في البلدان الكل. يعني كيما نقولوا كان نعاودوا ديما نقولوا نهبطوا على ارض الواقع. اذا كان الناس اللي توا في ظل الحكايه الحدث اللي قاعد الناس كل تحكي فيها اللي هي صناع المحتوى ولا الناس اللي موجوده على لي ريزو سوسيو اذا كان فما واحد عامل جنحه او عامل او جناية. او عامل جنايه يعني يكون زاد تحت التتابع العدلي ينجم يكون كيما نقولوا بلغه احنا ريشيرشي في البلاد اللي هو موجود فيها بطبيعه الحال. احنا حكينا وقلنا اللي راهو العقوبات نتاع التجاوزات هذيك راهو خمس سنوات وستة شهور في مجله في المجله الجزائيه حسب الفصل 226 يعني الناس هذوكم هما زاد رغم اللي ما همش موجودين في تونس, لكن ينجموا يكونوا ريشيرشي في البلدان اللي هما فيهم اللي احنا معانا تصدر فيهم بطاقه جلب واضح. ثم فصل اخر زاد يضبط كلامنا اللي هو الفصل 20 الفصل 29 اللي يقول لك لا يخضع اي فرد في ممارسه حقوقه وحريته الا للقيود التي يقررها القانون
مستهدفا منها حصرا ضمن الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي. ولهنا راهو كي نقولوا ثم قيود على الحقوق والحريات يعني أنه راهو عندك حقوق وحريات تمارسهم ولكن في نطاق المعقول ما نتجاوزوش. أي تجاوز من الحاجات هذية ولا أي شتم ولا أي قذف ولا أي مس من الأعراض راك تتحمل مسؤوليتك الجزائية. واضح. هذا زوز فصول معنا من ميثاق دولي مفهوم اللي هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعني معناها كما نقولوا باش نعملوا استنتاج أنه ما فماش حتى حد هارب من القضاء وما فماش حتى حد هارب من العدالة ومن الحكم إذا كان هو عامل حاجة غلطة كسو سوا موجود في تونس وإلا البرا من تونس. هذا كما نقولوا ملاحظة أخيرة على حكاية الجنسية راو كي تنحي معناها تبدأ عندك جنسية أخرى زوج جنسيات تونسي وجنسية أخرى وتنحي انت الجنسيه التونسيه نتاعك على اساس انك باش تمنع من التتبعات لا راهي التتبعات العدليه تبقى تتبع فيك. واضح. ونفس خاطر يظهر لي فما المده الاخيره هبطت كما نقولوا اخبار انه فما وحده مش نقول صناعه محتوى لكن هي موجوده في لي ريزو سوسيو اعلنت انها باش تتنازل على الجنسيه التونسيه وتاخذ جنسيه البلاد اللي هي موجوده فيها لكن الدولة التونسية تبقى تبح. يعني أنت حتى ولو استغنيت عن جنسيتك التونسية وليت جنسية وليت صاحبة جنسية البلاد اللي أنت تسكن فيها راهو إذا كان فما حكم ولا موجود ولا تحكم عليك المسؤولية الجزائية متاعك تتحمل. إذا كان فما حكم موجود راك باش تكون تصدر فيك بطاقة جلب أو باش تكون فما قوانين باش تتبعها خاطرك أنت عملتها وأنت تونسي. بالضبط. واضح مفهوم. وحاجه اخرى زاد نفس العباد معناها عباد اخرين كي ياخذوا جنسيه تونسيه معناها من بعد راهو احكام القانون التونسي تطبق عليه. يعني كي تبدا ما عندوش جنسيه تونسيه من بعد تولي عنده يولي ياخذ على القانون التونسي. هذه يولي يتحكم معناها كيما نقولوا يتعامل كتونسي في الحقوق والحريات والواجبات والمسؤوليات وكل شيء. واضح. شكرا لك كريم. والله المره هذه زدنا تعمقنا اكثر وحكينا باكثر تفاصيل. شكرا لك كريم. كان معكم كريم الزعتوري من في فقره نقطه قانونيه تواصلنا معكم الاخر ساعتنا الثانيه من أولاد الكاب. احنا مازلنا متواصلين معاكم حتى للسابعة متاع العشية. موزيكا وراجعين.